السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين أمين عدلي النجم يعني القادم للمنتخب المغربي يمنح موافقته لتمثيل المنتخب المغربي، وزيد ثاني مازال إبراهيم دياز يعني غادي يزيد يديكلاري غادي يجيبوه معنا. وكشفت التقارير الإعلامية أن النجم باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي قرر تمثيل المنتخب المغربي الأول في مستقبل بعدما سبق له اللعب لمنتخبات فرنسا الشبانية في الفترة الماضية. هذا ما يقولك بلي فرنسا غابنتنا، ما يقولك حنايا ونخرجوا تاع فرنسا خاطش حنا أبار، ماشي فرنسا غابنت الحاج في نبيل الفقير، لا ناس عطاو دراهم للاب نبيل فقير باش ولدو ما يجيش منا من الجزائر، جماعه حداد وكلش، باش يبينوا باللي الحاج ضعيف. ولا يقول لك فرنسا تصفع راو راو، راكم عاقلين عليها؟ راكم عاقلين؟ هذه بلا ما نقولوها لكم. بعد راح الحاج عوار فلان فلان فلان، شو يقول لك قلبوها؟ ولا يقول لك هذو خوانا، هذو حركه كيما كنا نقولوا بها، عقلوا عليها. يقول لك هذو اللعابه حركه، هذو ماشي باغيين يجيو في الجزائر، واو لا. بصح شوف المغاربه لقجع لا يؤمن بحاجه يسموها فرنسا، تصل باللعاب يشوف نعم يخدم لبلاده، يحوس يجيب لبلاده. وهذيك خطره في الديسكور تاعو واش قال لهم؟ قال لهم بغيت نكون انا، ما نكونش انا بصح نخلي حاجه مليحه لبلادي. وزيد لقجع شتا راه يكون في حوسي خرجه يكون فيه مع ذاك البقالي مع ناس، يكون فيه ناس يعني كومبيتون يكون فيهم. حنا لا، حنا يديروا لك يحوس يدير لك قريعه واحد فليشه، ومن بعد عام من بعد يولي يبكي بدي تلقاك داروا لا مؤامره يا ودي. نورمالمون يقولوا لك سروالك ماشي مؤامره قليله، والله لا نورمالمون يقولوا لكم السراوي. انا لو قلت لكم هنا برك تبانوا لي السراوي، تخرجوا الحدود مليا تاع المالي تخرجوا تدخلوا صايك السراوي يدير لكم بدعيات. انا نقول لكم في الانباء فور، احنا في الانباء فور، هذا ما كان في الانباء، والله واحد ما يغلبنا انباء تاع ثمانيه، والله واحد ما يغلبنا. نقولها لكم من يجيبوا بدا يهضروا البلوط نو نواصل مهودهم معاك وعاد يهضروا وعاد، والله العظيم تحسب بلي غادي هذو اللي راهم يرشحوا فيهم تحسب بلي غادي يقلبوا الفيفا. كي تسيب انت مسعودان يهضر على ايغيل تحسب بلي ايغيل يروح يقلب الفيفا نورمال، والله العظيم تسيب انت يا مدور هو مدور من دول مدور شو هضر مدور من تحسب بلي يقلب الفيفا عادي. انا نقول لكم وانكشفت تقارير إعلامية أن النجم باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي قرر تمثيل المنتخب المغربي الأول في مستقبل بعدما سبق له اللعب لمنتخبات فرنسية الشبانية في الفترة الماضية. ومثل عدلي سابقا منتخب فرنسا تحت 18 عام وفي 4 مباريات سجل هدف واحد، والمنتخب تحت 24 عام الذي شارك معه هذا الصيف في نهائيات كأس أمم أوروبا للشباب، حيث شارك معه في مجمل خلال 6 مباريات منها 3 في اليورو، ونجح في تسجيل 3 أهداف في مباريات ودية حسب موقع ترانسفير ماركت. لعاب كبير هذا فاني، هذا بقى لعاب كبير، باش يكون لعاب كبير لعاب مستوى. ويلعب عدلي صاحب 23 عام في منصب جناحين الأيمن والأيسر وكقلب هجوم بدرجة أقل، ويعد اللاعب أساسي في تشكيلة باير ليفركوزن الألماني، وكان من بين أبرز نجومه في الموسم الماضي إذ خاض معه 38 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه. ومن المتوقع أن يكون عدلي تحت تصرف وليد الركراكي في الفترة المقبلة وخاصة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بالكوت ديفوار، حيث سيكون حضور لعاب المنتخب الأسود الأطلس مرتبط بتغيير جنسيته. يا سعيد تغيير جنسيته يا سعيد.
في من فرنسيه الى مغربيه، وقد يلتحق برفقاء حكيم زياش في معسكر سبتمبر، هذا سبتمبر لا دخل. ويواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم اصطياد نجوم اصحاب الاصول المغربيه في اوروبا، اذ خطف مؤخرا ابراهيم غليدي نجم صاعد في صفوف سوندلياج من المنتخب البلجيكي كما ذكره الموقع في وقت سابق. والجدير بالذكر ان المنتخب المغربي رابع مونديال قطر، تنتظر مباريات مهمه نهايه العام الجاري، حيث سيلاقي المنتخب ليبيريا شهر سبتمبر المقبل في ختام تصفيات كاس افريقيا المؤهله المتاهله اليها سلف، كما سيدخل غمار تصفيات كاس العالم ابتداء من شهر نوفمبر المقبل. ناس شو كيفاش وين ناس يتخدم يعني في صمت بدون شرشارة، بدون يعني ما كاش شرشارة، الشرشارة ما كاش خويا، حنايا الشرشارة غير هنا عندنا حنايا. نقول لك خلو يوجدوا يقول لك خلي تالونت يقول لكم بلي اللاعب راه جاي على بالنا. شوبير مالها مالهم الأندية الجزائرية الطقسات يا خويا، واش نقول لك يسهل عليهم، احنا الله يسهل، احنا الله يسهل، الله يسهل خويا الله يسهل. ما يقول لك يا خويا هما راهم يحكموا خويا، يسهل عليهم، احنا خاطينا حنا سيبورتو ليكيب ناسيونال، و شنو نقولك خويا؟ باش يكون على بالكم، تسيب انت يا عضو هذاك اللي كان نائب، الاتحادية تاعنا كان نائب تاع كيسموها هذاك زبزاب، من بعد تسيبو حاط ملف مع مع بدور ومع ايغيل، هذاك يبكي عليها، يبكي عليها ذاك النائب هذاك، يبكي عليها يبكي عليها. انا نقول لك وش جابها يا ربي، السلامة يا ربي، يا ربي السلامة يا ربي، هذه نطلبها. الناس يتخدم خويا، هذه هي هذه يا خويا، الجلاله ربحت بثمانية، الجيش الملكي ربح بثمانية، هاي الجيش الملكي يلعب القارة ويسحق اسكو كارا بسباعية للتاريخ ويتأهل للدور القادم. ايوا انا تجي تهدر يجي تهدر يقول لك اودي هيا هاي ليكم غادي تخدم خويا، الخضر الخضر باللومي والباشير باللومي، يجيبه ما يجيبهش، ما يجيبه هذاك، وين ما يدير ما يعرفش يديره، والله ما يعرف يديره. ما انا نقول لكم ايش يحط اللعب، شو بي راني خايف على عوار، اي على حسام اودي والله العظيم يا الله، ناس عبك ولا تخاف والله لو يخافوا.
قسما بالله لا ولا يخاف. صورتو بلاك مخنث. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم، وصعيد وخاطي.